فطيره الراعي. فطيره الراعي عباره عن بطاطس مسلوقه ولبن وزبده وملح وفلفل صفار بيض جبنه بارميزان للحشو، بصل ثوم جزر لحمه مقطعه صغير طماطم تحفير الدقيق مرق وقشطه صوص زعتر روزماري فلفل الوان بقسماط مطحون حسب الحاجه. نبدا الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي، بحط ده البصل الاول عشان بحط زبده ما تتحرقش مني اهو كده. بعد كده ادي الثوم، مكعب المرق، الزعتر، روزماري، ونقلب. عندي شوية زبدة هنا، خليها تسخن شوية عشان هنفردها جوه الصينية. انزل بقى باللحمة بتاعتي، عندي البطاطس بتاعتي اهي، طب الله يا بلادنا الله. بدينا دهنة كويسة، طيب نيجي بقى هنا، ادي بضايا شوية دقيق ملح وفلفل كده. ادي البطاطس بتاعتي، انا عايز تستوي تبقى مية مية. كمان واحد بضايا اهي، بنزل بالجزر معاها، كده بهرسها كلها مع بعضيها اهي. كده بنعمل لها حيطة، طب ما تشحت لي بطن عند الجيران ينوبك صواب، ولا كان الفراخ باضت عندهم فوق ولا حاجة. ده فلفل الوان عشان انا خدت البطن جوه. ونشوف بقى فطيرة الراعي هنعمل فيها ايه.
بحب انا دايما لما اكون في ايدي حاجه حلوه بحب ايه ادلعها حلو قوي. طيب هنا اتنين بضايع كده، وشوية لبن. طب ايه رأيك كده يا عمنا؟ دي عزلها نص ساعة على نار هادية. يا اخي لا احنا هنبات هنا. طيب خليها فوق وتحت.